حاجه اشو انا باش نخليك تكلم ساعه تحكي مع ابوك ومن بعد باش نقول لك حاجه انت ما في بالكش بها اللي هي تخص بصفه عامه ومش حال على حكايتك انت. حتى نقول لك علاش حكايتك انت استثنائيه. انت ابوك هك قلت معناتها هكريت بالارجح معناتها داخل قاعه العمليه بالنسبه ليه خبر سعيد وماهوش مفجوع جمله وبالنسبه ليه حاجه طبيعيه وذيك لو صغير وما خممش مرتين وعطاك كلوتو. اليوم صديقي اقل ما تنجم تعملوا انك تكرموا معنا هذا المينيموم تاع شنو تحب تقول؟ شوف شنو نقول له خويا اش مازال كان فما كلام يتقال راهو موجود في اللغات الكل ما لقيتوش الكلام صعيب باش تلقاه راهو سامي. شوف انا من حاله لحاله من انا تولدت مرتين ديما نقول انا تولدت وقت اللي خرجت من كرش امي وتولدت وقت اللي بابا عطاني الكلوة تولدت ورجعت للعيشه اللي عايشينها الناس الكل دونك شوف باش نقول له برشا كلام لكن برشا كلام ما يكفيش الحق بالحق ما يكفيش الحق تو سامبلومون نلخص له كل شيء نقول له بعد زي الكل ما هو تو مطالب هو انه يؤمر هو يطلب وين لازم نوفر كل شيء نحاول نرجع له حتى اقل من 1% خاطر حاجه ما ترجعش هذه انا اي حاجه باش يطلبها حياتي انا نعطيها له هو واي حاجه ويخمم نهار باش يوصل لها نحاول نعمل نبيع روحي بمنطق البيوع بمنطق اي حاجه باش نرضيه هو دونك في الاخر انا ما ديما نطلب منه حاجه برك الحاجه الوحيده انه اون كونتر بارتي هو يكون راضي عليه ممكن الكادو الكبير بالنسبه له هو انه يشوف ولده في مستوى معين انه ولده ما يسمع لي كان الباهي نحاول نعمل كل شيء انديريكتومون باش بابا يكون هو فخور بيا كيما انا فرحان بالشيء اللي عمله معايا دونك انا من الناس اللي ممكن هك تشوف فما عبيد عندهم ديسيكاتريس في بدوناتهم وتلقاه مفجوع يبدا يخبي فيها حاشم منها انا ممكن الوحيد اللي عندي سيكاتريس في بدني وفرحان بها ونبدا فخورا نحب الناس تشوفها باش الناس تسالني علاش باش انا نحكي لهم بابا اش عمل معايا وسامبلومون نحب نفسر العبيد مقام الراجل هذا نحب نفسر العبيد قيمه الراجل هذا نحب نفسر شو نقول لك نحبه معناتها نحبه راهي كلمه صغيره برشا بارابور اللي الواحد اللي عنده في قلبه ومبير البو هذا اللي نعتبره اكزامبل نعتبره حاجه ساميه برشا وصعيب صعيب صعيب برشا باللي نحكي باللي نفعل باش نوصل نوفي له الحق نتاعه. هو راهو بقات نهضر على كل شيء تو انا ما نعرفوش والدك ربي يفضله لك اما حتى وجهه محليه معناتها واللي عجبني فيه هك التلقائيه نتاع الشيء اللي عمله معناتها قدمها يكونش عليها حاجه شوف فيها حاجه عاديه شوف فيها حاجه عاديه على هل ترى اسكندر فما بكل صراحه معناتها هل ترى فما غزره البوك قبل العمليه قبل دون دورغان وبعد الدون الحقيقه الحقيقه شو هي الغزره على ثلاثه مراحل الغزره حتى اللي وصلنا للدياليز ان شاء الله ربي يلطف الناس الكل ومن بعد الغزره نتاع دون دورغان وقت اللي خذيت من عنده الكلوه بون انا بابا برز كيما يبو البو هو السامبول نتاع القانون في الدار والانضباط وقرايه قبل كل شيء وما تعملش كذا ما تمشيش تكور كل ديما نحكيو قبيله على الاكسبريسيف الانسان اللي ما يعبرش برشا هو ما كانش يعبر برشا كان يخدم برشا وما نقبلوش برشا بما انه وقته قصير معانا لكن وقته كان اكثريته معنا نصائح ينصحك يقول لك اعمل 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 ديما ماذا بيك وماك تعرف واحد يمشي والنصايح تدخل من اذن تخرج من الاخرى اي فوالا عاش قلت لك ما تعرف نكمل لك نحاول في الماكسيموم اني ناخذ شنو بناخذ ونحاول ان الكلام الاخر راني يعني سمعتك وكاو دونك بشويه بشويه كبرنا وتعبتوا برشا في قرايتي وتعبتوا برشا يعني انا ما عنديش حاجات كبيره اللي كنت ياسر تبع الكوره ديبلاسمونات ماشي وجاي هو يعارض اغلب الاوقات انه ماذا بي ديما بحذاه ديما اقرا ديما وبعد تحب نكمل لك الحكايه انا نتصور راك قلت بابا طلع يحبني لهالدرجه معناتها الحقيقه انت راك كنت تعرف اللي بوك يحبك اما نتصور نهار اللي علمت انه بوك باش يعطيك كلوته راك قلت بابا يحبني لهالدرجه نتصور فما نقله نوعيه في علاقتك معه سي سور لا سي سور تبدل كل شيء سامي وقتها معناها بخلاف المحبه راني نشوف راني 7 سنين تبارك الله دياليز نوصلوا 7 سنين وتعديت الناس الكل نقولوا فيه تبارك الله 7 سنين يا ابو قلب ايه الحمد لله خاطر هما 7 سنين عاديه والله ربي معاك خاطر 7 سنين عاديه معناتها مش ما شوف سامي انا لو جور نتاع العبيد ما خممت برشا في المرض انا وقت اللي صار المرض ديريكتومون حطيت مخي في حياتي العاديه ما بدلهاش يعني وقتاش نتذكر هما 3 سيونس في الجمعه 2 4 جمعه نتذكرهم كيما اليوم نتذكر كي نمشي قدام باب الكلينيك فيما تبقى
نمشي نقرا على روحي بعد وليت نخدم وحياتي العاديه في الروتورونات في الليل في غيره وندور مع اصحابي معناها ما كانش عندي مشكل كنت من ناحيه كومبليتوم من مخي هذاك علاش ممكن قلت برك الله اما بعد 7 سنين هذوما تصور فما لي داتونت لي دونور ما فماش من العائله ما سمعت حتى واحد جاي قال ولا باش يعطي 7 سنين ما تصور انت كان بوك جاب باش يعطيك راه من الاول سمعت بيه العام الاول الثاني الثالث برك الله 7 سنين في 3 شهور الاخرانيين انا نقول في تاع الدياليز 3 شهور في 6 افريل جاء الطبيب والفيرملي يعني حضروا فيا على اساس ديزاناليز وكل شيء بون تاع شنو قالوا لي حضر روحك تعمل الجريف تفرح بالجريف ما تعرف شكون باش يعطيك ما حبوش يقولوا لي ملود هو نعيش معاه صباح وليله معاه ما قاليش ميم با لاحظت نهار انه مشى عمل تحليل باش يعرف روحه ينجم يعطيني ولا لو زاد كبر في عينك هكاك فوالا هذاك علاش القول كل في الشيء هذاك انه خبى وبابا من الناس اللي يخبيوا برشا ما حتى في الـ في الـ في لي سونتيمون ما يوريش لكن خبى كل شيء ومن بعد عرفت انا في الاخر بالكل انه هو وقت اللي عرفت اللي هو وقت ما عادش في حد كل شيء تبدل اللي عملته الكل نحس في روحي انا وليت كوبابل برشا معاه قول يا ربي هذاك اللي عملته معاه النهار اللي قال لي ما نمشي يقرا قلت له باهي وما مشيتش بار اكزومبل ولا الحاجات اللي يحبهم هو انا ما وصلتش عملتهم ولا دخل منه وخرج منه كيما كنت تحكي كل رجعوا لي في فراكسيون سكوند معناها بعد في الاخر الحمد لله تعديت الليتاب هذيك ومن بعد العمليه بعد العمليه سورتو في وقت اللي عملت الجريف وقت اللي نحس الحمد لله الجريف ابخي وقمت لاباس لا الحمد لله معناتها مش لا خاطر راهو مع العباد زعما تاع كان ينجم يكون فما روجي وكذا معناتها سي با ايفيدون معناتها الحمد لله مشات الامور بالكدا وبوك لاباس وانت لاباس معناتها نهايه سعيده للغايه لا الحمد لله وشوف اسلام هنا نقول الدياليز الله يقدر على كل مهم زاد مره اخرى نقولها فيها برشا دقينا باري وانا نعمل في الدياليز ما زلنا ما وصلناش للجريف نقول الله اللي يقدر على بابا والام لاي واحد من عائلتي من اصحابي يدق دقه واحده من هذاك الكل من دونك فما بالك نهار اللي سمعت انه باش يعمل عمليه باش ايش يقولوا وديما نقول انا الانستون اللي حياتي ما ننساش اني انا وياه فرش منا يدزوا فينا ماشيين البيت عمليه واحده كان هو قال انا راني فرحان كنت خايف برش ما كنتش خايف على روحي راني كنت خايف عليه هو بالحق كنت خايف على برش عليه هو ما نعرفش باللي باش تفسر لي ميديكالمون هو طبيب وباللي باش تفسر لي زاد بسيكولوجيكمون وتحضرني كان عندي انا هو الانستون هذاك ممكن كان ينجم يكون اخر انستون نشوفه فيه دونك كان كبير عليا برش كان فما برشا مسؤوليه برشا خوف رزنت عليا اللحظه نتاع الدخول مي اون فان كونت الفرحه الكبيره كي حليت عينيا حتى كي حليت عينيا شفت في رمليه شفت ناس اول تصوير كنت استنى فيها تصويرته هو اللي تنحات له قطعه من بدنه والحمد لله ريته وتقوى على بدنه هو رغم اللي كان يزم وقت شويه باش يرتاح باش ينجم يقوم وبيك سا جا من بلوك لبلوك وجا باش نشوفه جوست وكا كي شفت وقتها الحمد لله فهمت لي الدنيا لاباس بعد العمليه مباشره الكلمه الاولى اللي تجي في ذهني بارك الله فيك ولا سامحني فهم نقول لك الكلمه الاولى اللي قلتها ولا الكلمه باش نقولها له هو خاطر الكلمه الاولى اللي قلتها ما عندها حتى علاقه بالعمليه باهي فك علينا منها نتصور كان نجنبوها ولا نجموا ما نجنبوها لا نجم نقولوها سي لا تتقال وموجوده تتقال لا حليت عيني نذكر فيرملي وطبيب ما نعرفش علي حتى كان فيرملي وطبيب اون توكا لابسين لبافات نتاعهم كل شيء وخاطر ساعات واحد يمكن قلت تخيل روحك في الجنه ولا في حاجه كيف لا نقول لهم وين مفتح الدار مشكلتي مفتح الدار انا وقت ما نعرفش علاش ويقول لي سافا راك لاباس عندي مفتح الدار وقت شنو اللي جابني